خلينا اروح للاستاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح. استاذ طلال برحب بيك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب كابتن اسلام بحضرتك. اخبارك ايه؟ كويس؟ الحمد لله تمام ربنا يكرمك. فجاه امبارح اتحاد الكوره اعلن عن ايقاف تنفيذ عقوبه محمد الشيبي. ايوه. 6 مباريات طبعا كان قبل كده وغرامه 100,000 جنيه. طيب يبقى ايه اللي خلانا نطلع العقوبه؟ هو مش كان مخالف اللوائح؟ ايوه. طيب دلوقتي ما بقاش مخالف اللوائح ولا اللي خد القرار ما كانش يعرف ان هو ما خالفش اللوائح؟ طيب نتكلم بوضوح بقى. اتفضل. لو انت رجعت للمداخله اللي عملتها معاك، انا بدات المداخله معاك وقلت لك الماده في القانون بتقول ايه، صح؟ وقلنا قانون قال كذا وكذا وكذا والعقوبه كذا في الماده 88، مظبوط؟ مظبوط. طيب. وقلت سالتني لو هو راح القضاء المدني قلت لك يبقى مخالف للوائح، مظبوط؟ قلت لك النظام الاساسي بيقول ايه؟ طيب نمسك واحده واحده بقى. حضرتك مين اللي طلع قرار ايقاف الشيبي 6 مباريات و100,000 جنيه؟ مين؟ اتحاد الكوره. هل من حقه؟ هو اللي بيقول. لو هو قلت مع بعض واحده واحده كده هوصل معاك لمربط الفرس الاخر. اين ذهب قرار لجنه الانضباط؟ فين هو؟ مش الاهلي اشتكى وراح الشكوى بتاعته للجنه الانضباط؟ تمام. طلع قرار لجنه الانضباط ولا ما طلعش؟ طلع. وطلع قال ايه؟ انت شفته؟ شفت القرار. مش قرار لجنه الانضباط قال ايه؟ ما قالش حاجه. ما طلعش قرار لجنه الانضباط اصلا، ما طلعش. يقدر لجنه الانضباط ما طلعتش. لا هو وقتها قالك ان لجنه الانضباط هتطلع او طلعت قرار بايقاف حسين الشحات 4 مباريات والغرامه الماليه، وبعد كده هو استأنف بقت 2,020,000 جنيه. ده دي لجنه المسابقات في الاول خالص، وبعدين لجنه الانضباط ايام الله يرحمه المستشار وخلصنا القصه دي. بقى في شكوى ثانيه. يبقى اذا القرار طلع في اخر قرار، ما هو بعد قرار لجنه المسابقات هو اللاعب راح للجنه الاستئناف او لجنه الانضباط، وبعدين صدر القرار بان هي بقت العقوبه 2,020,000 جنيه. لا تعالى نفرق بين حاجتين. الشكوى اللي تقدم بيها في الاول شيء بالاتحاد الكوره اللي انت بتحكي عليها دي لجنه المسابقات دي ادته ماتشين في الاخر، والشكوى اللي تقدم بها النادي الاهلي ان محمد الشيبي راح للقضاء المدني. دي حاجه ودي حاجه. تمام. الشيبي لما راح القضاء المدني والاهلي اشتكى، الشكوى دي راحت للجنه الانضباط. لجنه الانضباط بعتت لفيفا. انت بتتكلم على اللي هي لجوء محمد الشيبي للمحكمه المدنيه. بالظبط كده، انا جايبها لك من اخر عشان هرجع لك مربط الفرس. تمام. فلما راح النادي الاهلي قدم الشكوى في لجنه الانضباط بعتت للفيفا، الفيفا قال لهم ده شان داخلي، مظبوط؟ مظبوط. الى اللحظه دي ما طلعش قرار لجنه الانضباط. اتفاجئنا لما الجزار طلع قرار بايقاف الشيبي 6 ماتشات والكلام ده. في اجتماع طارئ. في اجتماع والمستشار القانوني لاتحاد الكرة قال لك يعني قبلها بساعات او يعني باعلان القرار الرسمي من خالف اللوائح سيعاقب. الله ينور على حضرتك، ادي واحد. تعالى بقى بالراحه كده. لجنة الانضباط ما طلعتش قرار لحد اللحظة اللي بكلمك فيها، والكلام ده أنا قلته معاك في المداخلة، هذا واحد. اثنين، لجنة مجلس الإدارة لا يملك هذه العقوبة، دي اثنين. يقول لي اعتذر على إيه؟ ثلاثة، على الحتة بقى بتاع لجوء الشيبي للقضاء المدني اللي حضرتك بتركز عليه. ودي مهمة جدا. قانون الرياضة أنا قريت حضرتك المادة 88 وقلت لك وفيها حبس، مظبوط؟ قانون الرياضة ده معتمد واعتمد بين اللجنة الأولمبية الدولية، صح؟ مظبوط. فيه المادة دي. فمين اللي يحكم بالحبس؟ انا ولا انت ولا اتحاد الكره ولا القاضي؟ القاضي. عشان القاضي يدفع قرار حبس يبقى انا رحت المحكمه. يبقى لما اروح المحكمه بقانون الرياضه بتاعك انت انا ما عنديش مشكله خالص. يبقى الشيء بقى خد الماده دي واستنى عليها وراح المحكمه. هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ طلال، وحضرتك اكيد طبعا خبير في اللوائح والقوانين وادرى مننا طبعا كلنا، لكن من غير قانون رياضه، من غير اي حاجه في الدنيا، طالما حتى لائحه النظام الاساسي، حتى اي لائحه اللجنه الاولمبيه بقى الدوليه المحليه، اي حاجه تخالف القانون الدوله
او اي حاجه تمنع، لا يوجد اي قانون او بند في لائحه او اي يعني اشاره من قريب ولا من بعيد تمنع اي فرد على ارض مصر من اللجوء للمحاكم طالما يحق له وبيتمتع ايضا بان هو شخصيه طبيعيه. ده اللي انا اعرفه واللي انا يعني ذكرناه وعرفناه وشفناه على مدار يعني شغلنا او كمان على مدار يعني دراستنا. اديني ساعه صوتك شويه عشان انا معاك في الاخر. الماده 97 من الدستور بتاكد كلامك، ده الدستور بتاع البلد. تمام. التقاضي حق مصون ومكفول للكف. التقاضي حق مصون ومكفول للكف، وتلتزم الدوله بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعه الفصل في القضايا، ويحظر تحسين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء، ولا يمكن ولا يحاكم شخص الا امام قاضيه الطبيعي. والمحاكم الاستثنائيه محظوره. هذه الماده 97 في الدستور. اذا التقاضي حق مكفول للكف، تمام كده؟ تمام. يبقى اذا الشيبي هنا لما اجي اقول له الشيبي واحنا واقفين في شرط المرور، اشاره خضراء هو يقف انا امشي؟ لا، بيطبق عليه نفس القانون اللي هو قاعد جواه. بالظبط. صح كده؟ وبالتالي هيطبق على الحته دي، مفيش خلاف. طب الخلاف فين؟ نقوله بقى. الحته اللي كلنا بنهرب منها. ايه هي بقى؟ ما هي المنازعه الرياضيه؟ لازم نحط، خلي بالك الكلمه دي انا لو تعمل 2017 لحد يومنا هذا ومحدش عايز يسمع. حددوا لنا يا جماعه ايه هي المنازعه الرياضيه؟ المنازعه الرياضيه دي اللي جوه المستطيل الاخضر ولا بره المستطيل؟ الشيب الشحات ضرب الشيب بالقلب. طب لو الشحات ده كان ضربه بمطوه ومات الشيب مش بقى جنايه؟ بقى جنايه. فما تقولوا لنا ايه نقطه المنازعه الرياضيه هي ايه؟ وفين؟ ونطاقها ايه؟ عشان نعرف ايه اللي رايح اتحاد الكوره وايه اللي هيروح قبل العالم. انتوا بتهربوا كلكم، كل الناس بتهرب من الحته دي. وقلنا الكلام ده والقانون بيتحط. فرق ما بين المنازعه الاداريه والمنازعه الرياضيه، واي منازعه. دي منازعه رياضيه جوه المستطيل الاخضر، هيقول لي بعد الماتش بس جوه المستطيل الاخضر، هيقول لي مراقب، هقول له مراقب كتب بقت منازعه رياضيه، دي ما تروحش في المحاكم. لو جيت انت في قانون الرياضه وحطيت 10 مواد على الشغب ما فرقتليش من حاجه. ده انت طيب يعاقب بالحبس كل من بالحبس، مين اللي هيحبس؟ لازم اروح القاضي. يبقى رحت القاضي واروح القضاء العادي، ده اللي يملك الحبس. وبالتالي لجنه الانضباط ما طلعتش ان هي مستند على الحته دي، ما قدرتش تطلع قرار ان اللي هو الواد لما راح قضاء العادي وراح صح. يبقى لازم نقول تعالى صلح اخطائنا احنا بقى. لما حطينا مواد العقاب في قانون الرياضه واعتمد من بره، احنا اللي عملناه بايدينا. كان لازم نحدد ايه هي المنازعه الرياضيه وايه هي اللي مش منازعه رياضيه. هروح اتحبس في انهي منازعه وايه اللي ما هروحش فيها. سهل قوي. ما اتعملتش. ليه ما اتعملتش؟ يبقى الغلط عندنا احنا. اللائحه بتاع النظام الاساسي قال ما تروحش قضاء عادي. الفلسفه ايه بتاع المواثيق الاولمبيه؟ بيقول له انا وانت هنتفق هنلعب مع بعض في اطار الرياضه بتاعتنا. وخلي بالك لما نختلف هنروح الحته الفلانيه، ما فرضش عليه بس هنتفق كلنا هنروح فين. بدليل ان هو التحكيم ده درجه من درجات التقدم الثانيه، بس بنتفق عليها بنروح عليها التحكيم ونطلع منها المحكمه الرياضيه. ما قالكش روح هنا وما قالكش هنا، بس قال بس القضاء العادي تروح انت بقى. زي ما انت قلت دلوقتي في الفساد المالي. لما العقد اتزور فساد مالي، لما بلطر فساد مالي، ده ما فيهوش كلام. اي حاجه بتخالف القانون، خلي بالك من حته عشان هيترد عليهم. احنا ماضيين المعاهدات، مظبوط؟ والمعاهده ان انت ماضيها لا تختلف، اللي بمفوض فيها السيد رئيس الجمهوريه لا تختلف مع الدستور والقانون المصري. يا استاذ صلاح، ده لما بيكون اي فرد يمتلك حصانه معينه أيوة. تمنعه من التحقيق معاه لما تثبت عليه اي تهمه او بيكون في عليه اي ادله بيتم رفع الحصانه منه، لانه لازم يخضع في النهايه لقوانين الدوله اللي هو عايش فيها. يطلع مصري يطلع اجنبي يطلع في اي حته، انا بكلمك زي ما حضرتك قلت من شويه، هو انا بطالبك انك انت تلتزم بقوانين الدوله اللي انت عايش على ارضها او اللي انت موجود فيها او اللي انت تربيت وعشت فيها. تمام. ففي النهايه لما يحصل لك حاجه، لما تتعرض بقى لسرقه، لما تتعرض لضرب،
لما يتعرض لتزوير، لما يتعرض لأي مكان أي يعني مخالفة سواء جنائية أو مدنية، تمام، أجي أمنعك إن أنت تلجأ للمحاكم المدنية أو المحاكم الجنائية وانت اتضربت او انت اتضحك عليك او اتزور عقدك او اي مكان. يعني النهارده مثلا لو في لاعب اجنبي اتزور عقده، اتفق على رقم معين واكتشف بعد كده ان في رقم تاني مش من حقه، او تم تزوير توقيعه مش من حقه، ان هو يطعن على التوقيع ده. شفت انت قلت ايه؟ حاجه جنائيه. يعني حاجه رياضيه اللي انا بتكلم عليها، حاجه جنائيه، انا متفق معاك تماما. بس فرقونا يا اخوان، انا امتى اروح للرياضه وانت ما تروحش للرياضه؟ امتى اروح للمحكمه وانت ما تروحش للمحكمه؟ انا لو ضربت بسكينه دي جنايه ولا مش جنايه؟ جنايه. انا لو دور عقد جنايه، يبقى اذا الحاجات الجنائيه دي انا اروح بقى القضاء العادل بتاع البلد اللي بيحكمها اللي في كنف انا عايش. مفيش مشكله خالص. انا بتكلم دلوقتي على الحاجات الرياضيه. هروح بقى اقول له اصل كان ليها بينا انت ما خدتوش، لا ما تروحش هناك. اقول لك الفرق ينزل بدل 11 يبقى 12، لا ما تروحش هناك. دي لازم نحدد ايه نوع المنازعه الرياضيه. ودي للاسف احنا قلنا الكلام ده، احنا بنحط قانون، ما حدش سمع الكلام. اللبس ده كله من دي، خدها بقى وتبناها يا كابتن اسلام. ما هي المنازعه الرياضيه وما هي المنازعه الغير رياضيه؟ ونقول الاحكام بتاع قوانين الشغب اللي احنا خدناها من عمرو فوق الله يرحمه وحطيناها في قانون الرياضه، ال 10 نقط دول يتطبقوا امتى؟ اللي فيهم حبس يتطبقوا امتى؟ العقوبات بتاعت ايه؟ بتاع المنازعه الرياضيه ولا المنازعه العاديه؟ نفرق بقى. ده المفروض يتعمل، وفرصه، ومش هنفضل كل بره هنستنى الكارثه تحصل وبعدين نختلف. وبعدين انا يومها قلت لك الماده 88 اهي بتقول عقاب بالحبس، مده لا تقل عن سنه، مده مش عايزها تزيد عن سنه، و50,000 او تزيد عن 100,000. واضحه؟ القاضي خدها كامله، ده مقرر بتاعك، وقدامه قانون معتمد، والتشريع بتاعه بتاع البرلمان مطلعه، ما ياخدوش ليه؟ ما انت اللي عملته وترجمته، لما تطلع بره بقى الاتحاد الدولي يقول لك ايه؟ الله، طب تختلف على ايه؟ ما انت اللي بعته لي وانت اللي اعتمدته، انت زعلان ليه؟ بس احنا الخلاف فين عندنا احنا؟ اقف واقف اقول ما هي المنازعه الرياضيه؟ حد يطلع بقى يعرفها لي. ونعدلها بقانون الرياضه. قانون الرياضه عباره عن ايه؟ وتتحكم بيه. ده المفروض يتحمل. انما غير كده لا، احنا قاعدين بنستنى الكارثه تحصل عشان نرجع نلطم كلنا، حد كل بس. تمام استاذ صلاح عبد اللطيف خبير اللوائح، بشكرك.